أهلا وسهلا بكم في حوار جديد من برنامج من لندن. أنا فنان وأعبر عن مواقفي السياسية من خلال فني. غزا أعلام دول الربيع العربي هذه الجمل التي حولت بعض الوجوه الفنية إلى أصوات سياسية بارزة في المشهد السياسي. من هو الفنان؟ وهل يتوجب على الفنان أن يستثمر إبداعه في دور تنويري ونهضوي أم في تمثيل آراء وأيديولوجيات ونزاعات سياسية؟ وهل الفنان العربي في المهجر البعيد عن الحدث هو صدى لمجريات ما يحدث في وطنه الأم أم أنه يسعى على تطوير آليات إبداعه ليكون له حضور في المشهد الثقافي والفني العالمي؟ أم أنه يفضل أن يبقى على الهامش؟ المبدع والفنان العربي في بريطانيا، ماذا حقق؟ هذه إطلالة جديدة من لندن. لرصد خلفية هذه القضية وتحليل أبعادها نستضيف اليوم في استديوهاتنا في لندن فنان تشكيلي جداري سويدي الجنسية، ولد في العراق في مقاطعة بوهرز بعد خروجه منها في عمر 18 سنة. توجه إلى الجزائر حيث درس الفن وثم غادر إلى روسيا وحصل على شهادة الماجستير في الفن الجداري، وثم انتقل بعدها للسويد وعمل في تدريس الفنون في الجامعة الشعبية. أعماله تتجاوز 3000 لوحة وتم عرضها في المجموعات الدائمة والخاصة في أنحاء العالم، ومن أبرزها المتحف البريطاني في لندن ومتحف الفن المعاصر في روسيا ومتحف ليستر للفنون في بريطانيا ووزارة الصحة في السويد وغيرها العديد. إنه الفنان التشكيلي العراقي السيد صادق هاشم، أهلا بك. شكرا معنا. جزيلا شكرا. أما ضيفي الثاني فهو فنان بريطاني من أصول مصرية، يقدم الكوميديا في الكثير من النوادي والمسارح في بريطانيا، وحظي بالقبول لأن يشارك في مهرجان إدنبرا العام القادم. ضيفي هو شاب يتميز بذكاء حاد وخف الدم، جعلته من أكثر الفنانين الكوميديين من أصول عربية شهرة في بريطانيا، فرغم صغر سنه يتميز بإثارة الفكر من خلال الكوميديا التي يكتبها ويقدمها. يرى به جيف وايتنغ بداية الكوميدي البريطاني جيمي كار. إنه فنان الستاند اب كوميدي عمر حمدي، أهلا وسهلا بك معنا. طبعا بالبداية كنا نتحدث عن الفنان العربي في المهجر، وأبدأ مع سيد ساطع. الفنان العربي في المهجر هل استطاع أن يكون جزء من الثقافة البريطانية أم أنه بقي على الهامش؟ الفنان العربي بشكل عام بدأ يوصل إلى دول المهجر أو الدول الأوروبية ويقيم فيها بالعشرين سنة الأخيرة تحديدا، نتيجة للاضطرابات السياسية اللي حصلت بالوطن العربي. وهنالك فنانين قبل هذا التاريخ برزوا على الساحة السياسية، على الساحة الفنية الأوروبية من خلال السفارات، من خلال المراكز الثقافية اللي كانت تقيمها بعض الدول في أوروبا مثل في السبعينات وفي الثمانينات، ولكن بقت صورتهم طبعا ضبابية، ما عندهم يعني ما عندهم ذاك الأثر وتلك الشهرة. ولكن بالعشرين سنة الأخيرة بدأت تتوافد مجموعات كبيرة من الفنانين العرب وهم في طريقهم إلى أن يحوزون على هذه المكانة، ولكن لحد الآن صعوبات كثيرة، يعني هنالك صعوبات اللغة، صعوبات التأقلم مع الجو. أيضا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه الكثير من الفنانين ذوي المكانة المتميزة بالفن العربي اجوا في وقت متأخر نسبيا، فأعتقد لحد الآن فالعملية مستمرة وهنالك بدايات مشجعة. طيب هذا يقودني إلى سؤال عمر، أنه العوامل التي يمكن أن تساعد أي فنان عربي بأن يكون جزء من الثقافة البريطانية، يعني مثلا هل إتقان اللغة أو حتى فهم الذوق البريطاني؟ فأنت مثلا فنان ستاند اب كوميدي، وهل ساعدك أنه أنت ولدت في بريطانيا وأهلك أيضا يعني من عائلة صح من أصول عربية ولكن أنت لديك تربية وثقافة بريطانية، هل هذا ساعدك على تطوير نوع من أنواع الفنون الذي يتناسب مع ذوق البريطاني وكان له حضور في المشهد الثقافي والفني في بريطانيا؟ أكيد أنا خبرتي تختلف شوية عن خبرة الأستاذ، عشان أنا يعني ماشي أنا عربي بس أنا مواطن بريطاني مولود في بريطانيا ومتعلم في بريطانيا، فأنا يعني أنا شايف نفسي يعني مش يعني مش فنان عربي على الإطلاق، بس فنان بريطاني عربي. يعني أنا عندي وجهة نظر كفنان بريطاني
بأصول عربية، فأكيد ده سهل الموضوع علي إن أنا يعني طبعاً فاهم الجمهور وفاهم يعني الثقافة البريطانية والأفكار البريطانية، وهذا يسهل عليك التعامل مع المشاهد العربي أكيد. المشاهد البريطاني أكيد. طيب يعني أنت تقدم فن خاص جداً وغير مألوف كثيراً للذوق العربي، وهو فن الستاند أب كوميدي. يعني مثلاً في كثير من العرب الذي يعرف الكوميديا بأنها نوع من يعني الهرج أو الهزل، فكيف يعني هل هناك نوع من التفاعل من الجاليه العربي الموجود ببريطانيا بالأعمال التي أنت تقوم بها وبنوع الفن اللي أنت تعرضه أم لا؟ يعني تفرق كثير ما بين واحد بريطاني عربي، يعني واحد عربي مولود هنا، ده طبعا حيبقى بتربي يعني بيتفرج على التلفزيون البريطاني وطبعا exposed يعني وعارف الستاند اب كوميدي. بس العرب اللي مثلا جايين هنا من قولي مثلا 10 سنين او واحد عربي جاي جديد لبريطانيا او سائح عربي بالضبط كده بالضبط كده، هم الناس يسالوني يشوفوني مثلا قاعد في في, في على القهوه بكتب نكت، بيقولوا بتكتب ايه؟ بكتب نكت. ايه مهرج يعني؟ ايه بتعمل ايه يعني؟ لا ستاند اب، ما بيفهموش، عشان طبعا ده يعني نوع فن يعني ما انتشرش قوي يعني. هل هناك يعني سيد ساطع يعني تردي في ذوق العربي بالنسبه للاستجابه للفنون؟ يعني مثلا الجاليه العربيه او بعض من الجاليه العربيه او حتى السواح العرب عندما ياتوا الى لندن يفضلوا انه يقضوا الوقت مثلا في المحلات التجاريه او على اجورد رود بدل ما يذهبوا الى المسارح او المتاحف او على معرض. فهل هناك فعلا نوع من انواع الانغلاق ضمن الجاليه العربيه او حتى العرب الموجودين في الغرب لانواع الفنون الاخرى؟ هنا هذا راح يقودنا الى مشكله الحرب ضد الثقافه اللي تم اشعالها من منتصف السبعينات ولحد الان. نظام التعليم عندنا في الدول العربيه كان نظام جيد نسبيا، كان في طريقه الى ان يكون واحد من احسن الانظمه التعليميه تقريبا بمنطقه الشرق الاوسط، ولكن الضربه اللي توجهت الى الثقافه وتحويل الثقافه الى تابع الى العسكر والانظمه العسكريه خلى الاهتمام بمواضيع مثل الفنون الجميله ومواضيع الثقافه عامه يصير موضوع هامش لدى الجمهور. احنا عندنا مثلا بالخمسينات او الستينات الوضع الثقافي كان يختلف تماما، هنالك العشرات والمئات من الجمعيات الفنيه ومن الازدهار في كل مجالات الفنون، الفنون التشكيليه خاصه في العراق لعبت دور كبير في تثقيف وتنوير المجتمع العراقي، ولكن تم تحجيمها تماما خلال هاي الحروب العدوانيه والعادله اللي خاضوها العراقيين. خلال هاي السنوات العشرين جمهور الفن تسطح تماما، صار عنده انغلاق على هذا النوع من الفنون، قام يشوف انه ما باستطاعته ان يميز بين الفنون الجاده من الفنون التجاريه، وهذا طبعا ادى الى انخفاض مستوى الذوق ايضا العام لدى المواطن بشكل عام، وهذا نقدر نشوفه ونلمسه في المعمار اللي عندنا، لأن المعمار صورة صادقة لحالة الشعب، لحالة ذيك الدولة. إذا كان المعمار جيد وجميل وهذه من خلاله ممكن أن نقيس على كافة فروع الفن الأخرى، مثلا نقيس على الفنون التشكيلية، نقيس على حتى فنون الأزياء مثلا والهندام اللي نلبسه. معظم الدول العربية إذا نروح عندها للمدن، مدن ما أعرف يعني كأنما مدن يعني إذا تعيش في حالة من الفوضى الفوضى الجمالية والآخرين، كل هذا وأسباب عديدة طبعا أخرى أثر على ذوق العربي بالضبط. هل لأنه كمان عمر يعني أنت عشت فيها الثقافة البريطانية، الفن هو جزء من الثقافة الغربية، يعني الشعب البريطاني يعبر عن نفسه مثلا في كثير من الفنون، الرسم، الرقص، الكتابة، الستاند أب كوميدي. هل يعني نحن كشعوب عربية لا نعبر عن نفسنا من خلال الفن؟ هذا أدى إلى تردي وضع الفن أو الفنان أو الإبداعات الفنية في بين الجالية العربية أو حتى بين العرب في الشرق الأوسط؟ بالضبط كده، هو ده أصل الموضوع، يعني إن العرب ما بيهتموش بنفسهم، يعني إن الشخص يعرف نفسه ويعرف هو بيهتم بإيه وهو عايز إيه من حياته. المشكلة إن الثقافة العربية على طول يعني زي collectivist culture بيقول، يعني إن الاهتمام دائما بالجالية وبالقرايب وبالتعليم، فمش الانديفيدوال ما بيركز بنفسه،
وطبعا اصل الفن ان الواحد يقعد مع نفسه ويشوف هو حابب ايه وهو عايز ايه وهو ايه اهتماماته. يعني الخروج من القيود التأطيرية الموجودة في الشرق الأوسط، يعني بوجود الفنان في بريطانيا، هناك حرية سياسية، هناك حرية فكرية، هناك حرية دينية، هل هذا يمكن أن يقود الفنان العربي إلى إبداع؟ ولكن يعني هل هناك مشكلة بالفنان العربي نفسه أنه هو لا يستطيع أن ينقل إبداعه للثقافة البريطانية، أم المشكلة أنه الثقافة البريطانية لن تقبل كفاءة الفنان العربي؟ الحقيقة أنا شايف الثقافة البريطانية مفتوحة يعني على الإطلاق، يعني لكل الآراء، وطبعاً للأثنيك كوميديانز، يعني للفن الستاند اب اللي فيه يعني وجهة سياسية أو وجهة أثنيك، يعني واحد عربي أو باكستاني، في عليها طلب كمان، في عليها طلب عشان الشعب البريطاني فيه تغيرات كثيرة حصلت للمجتمع البريطاني. المجتمع البريطاني في آخر مثلاً 30 سنة اتغير خالص، في تنوع ثقافي، في تنوع عرقي، في واحنا عندنا المالتي كولتشرال سوسايتي، يعني تعدد الثقافات وتعدد الجنسيات، والقضايا دي السياسيين خايفين يتكلموا فيها. كل ما السياسي يتكلم فيها بتبقى يعني، لكن الفنان والمبدع يمكن ان يتحدث فيها كده. لكن وانا شايف دور الفنان دلوقتي في بريطانيا اهم من دور السياسي، ولكن هناك تقصير بدور الفنانين العرب. سيد ساطع، هل هذا لانه كفاءات الفنان العرب يعني القادمين من الشرق الاوسط، كفاءاتهم، نظام التعليم في الدول العربيه المعتمده على نظام تلقين المعلومات، اثر بقدره الفنان العربي لاثبات نفسه في الثقافه البريطانيه؟ هذا جانب، اي هذا صحيح اثر، ولكن اكو جانب، هنالك جانب اخر احنا نتناساه دائما.